نوعية البرامج اللي تشوفهم، شنو نوعية ربما الفنون اللي يلاهي بهم؟ يعني حاب نعرفوا قائد الفريق القومي التونسي اللي ماشي لفرنسا باش مغروم لها وجاي بايكم راهو صليو شوية بركة. سفيان. نعم والله صحيح، معناتها من حسن حظي الفنانة ممكن اللي مغروم بها معناتها برشا مياد الحناوي. من حسن حظي ترقد الغدو عندك ماتش، أنا قاعد هنا الليلة مالا. كذلك فيروز، معناتها مغروم فيروز. نعم تغني بالحق شوية نتبع الفنانين. لا قالوا لي ما مهرليش يعني نعاونوك لا كي تعاونوني نغني. شنو اللي تحب؟ شنو اللي تحب تغني؟ استغني نغنيو غنيو اغنيه الميادة الحناوي مثال شويه هي تسمع فيك تو في انا بعشقك. اي غني شويه. اي ما عاد لا حتى تبدا عندي عاد ناخذ الطبقه نتاعك عاد طولك هيك. انا بعشقك، انا روحي لك، انا بعشقك، انا روحي لك، انا عاونوني انا او كذا راحت وكانوا في وسط الدار قام هز الكرسي يعطيك صح يا رجل. عملت بروفه باش تكلم بالتونسي ترى ليه عندك برضو بس مجموعة ترى بس ماذا بيا تتنشر؟ تتنشر معناها كي الصابون؟ لا مو صابون، اما اغنية تتنشر سي نجيب ماذا بيا تنشروها لي؟ نعم نمدام غني تفضل تعطينا عليها فكرة يعني. هي تقول قبل الاغنية ايش عملتوا في القاهرة في الاوبرا؟ تفضلت عدلت والله الجو تعدى حلو برشا 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 اخواننا المصريين فهموا الاغنية التونسية. اي انا هي خاصة الاغنية اللي فهموها مليح والله. هي ذول اغنية لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة او باش نعطيكم فكرة عليها. فكرة عليها نعم. لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة لتونسية، لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة سي لا سولفا، لنمثلك يلا لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة لتونسية، لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة سيلا سولفا. شكرا 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 فيكم الصحة. شكرا سونيا البجاوي.